بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم، يقول ألهاكم التكاثر، ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته. والخطاب كما تعلمون لجميع الأمة، إلا أنه يخصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل، وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، واحد في الجنة والباقي في النار، وهذا عدد هائل. إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من 1000 من أهل الجنة والباقون من أهل النار، إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من 1000 ليس في شيء بالنسبة إليه. وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر. ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته يقول نحن أكثر منهم عددا، كما قال الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. أكثر منهم حصى لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000، صار الأول إيش؟ أكثر وأعز. فيقول الشاعر لست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم، فتجده يفخر على غيره بالعلم، لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه التكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر، فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. حتى زرتم المقابر، يعني إلى أن زرتم المقابر، يعني إلى أن متم. فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشب في الأمل، حتى إن الرجل له 90 سنة مثلا تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم. وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء. فيأتي الإنسان ويقول أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأين أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية،
والمعنى الأول هو الصحيح أنه إيش؟ أنكم تتكاثرون إلى أن تموت. وقوله حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك ذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار إيش؟ كافرا بالبعث. والكفر بالبعث ردة عن الإسلام، لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى الردع يعني ارتدع عن هذا التكاثر، وقيل إنها بمعنى حقا، ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالي، يعني يفتخر به، وليس مما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك. وهذا هو الحق. الآن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتفنى، وإما أن نلبسها فإيش؟ فتبلع، وإما أن نتصدق بها فنمضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيرنا. لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون، وهذه جملة تأكيد للرد مرة ثانية. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون، لا هنا في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. لترون الجحيم، لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب لو، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى. لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمهم. وهذا ليس بصحيح، لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا.
إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوا، قل يا أخي هذا وصلك يوهم فساد المعنى. وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إذن لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعربون في إعرابها إن اللام موطئة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين، تأكيد، تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر في 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار كبيرة عظيمة، لأن فيها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله منه وإياكم منها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني ثم في ذلك الوقت، في ذلك الموقف العظيم، تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله لتسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ والصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع، فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم إذن له فإنه يرجع. فلحقتهم وقالت إني سمعت سلامكم، ولكني أحببت أن أزداد في الخير، لأن الرسول يدعو بالسلام عليه، أحبت أن يتكرر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لهم. فرجعوا فسألوا عن زوجها، فقالت إنه ذهب يستعذب الماء، أن يأتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا، ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما، وقال إنه لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عتقا من النخل وأتى به وألقاه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت، وتعلمون أن الخراف أن يأخذ الإنسان الرطب فقط، فقال أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم البصر والرطب والمذنب، لأن العذق يشمل هذا وهذا ويشمل كل الثلاثة. فأكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طيب وطعام طيب وظل طيب، لا تسألن يومئذ عن النعيم.
وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن يختلف السؤال. سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا على طاعته، إنه على كل شيء قدير.